صالح. قال يعني مريضين عندهم مشاكل وبعض الاحتياجات، جينا اليوم نحضر ان شاء الله وبعضهم في الدوائر، باقي الدوائر اللي ما جاي ان شاء الله ناخذ منكم ونوصل. نحب نسمع منكم شو هذه المشاكل. حاليا معانا ممثل الصحه، ممثل التربيه، ممثل الكهرباء. نعم نعم. التموينيه مشكله التموينيه اكو اسماء مثلا اسمه بطل يعني ذابين على جمار على قياره على بعاش، هذه الناس ما عندها يعني فلوس حتى تروح تجيب لهم من غير مكان. احنا نريد الاسماء كلها ترجع لوكالة اصلي، يعني مشكله كبيره، مشكله التموينيه مشكله كبيره. اي والله طالبنا عده امراض وعدونا على اساس يلفوهن، جابونا وحده شغلوها قبل طق، يعني بس نصبوها تتحول لاناره قبل طق. لا اكو كهرباء بس ضعيف، يعني ناس يعني تشط الناس من الناس، يعني يصير عندنا انخفاض كامل. بس هسه على المحولات ثلاثه المحروقات، جابونا وحده اشتعلت وبعد اثنين ما يجيبونا اياهن، يعني كاملات اصليات هاي لفوها لف. طالبنا عن طريق احنا سافرين للقطاع الايمن، وعن طريق القطاع الايمن رفعنا ايضا كشف الى دكتور فلاح اللي هو مدير الصحه نينوى، وجابونا مشكورين ان شاء الله من توفر اي الامور اللي هسه، لانه لا اكو هسه ماليه او شيء، ان شاء الله من الصيف كل شيء يجينا. وهسه احنا مفتحين، فتحنا ولحد الان احنا بدون راتب. ابد احنا وجبه 13، وجبه 13 والله يعني شويه تعبانه. كل المشاكل الثانويه عن القاضي عنا، بس تعرفين هاي شغله يعني 406 يعني انت قيسي اذا اداره واني وحدي بدون معاونه يا دوب ادبر وشغل عاد اخذ على البيت وعاد تمشي، بس مال تدريس 406 طالب وحدي وحدي. اليوم خلال تجواننا في منطقه غرب نينوى وبالتحديد القرى التابعة لناحية حميدات الملغاة، طلعنا على واقع الخدمات المقدمة من كافة الدوائر المعنية في محافظة نينوى. لاحظنا أن المنطقة مهملة بشكل يكاد أن يكون شبه تام. ندعو من خلال قناة الموصلية ومن خلال الأستاذ غازي فيصل التدخل لغرض جلب الانتباه وتقديم الخدمات اللازمة لهذه المنطقة المنساه نهائيا من قبل الدوائر المعنيه. حقيقه بعد زيارتنا لقريه البور توجهنا الى زياره قريه العقلات وتحدثنا عن كثير من المشاكل، وقد اتصلنا بالجهات ذات العلاقه وعدونا خيرا بحلحله هذه المشاكل خلال الايام القادمه. والله هي زياره كلش ناجحه وكلش طيبه، واحنا نرحب بهم وقاموا بالواجب بصوره صحيحه ولبوا طلبات القريه ونفذوا ان شاء الله طلبات القريه تتنفذ ان شاء الله يعني بالمستقبل الجيد. شنو اهم المشاكل مالتكم اللي استعرضتوها؟ والله اهم المشاكل الماء والكهرباء والشوارع والمواد الغذائيه.